والحديث أكثر عن آخر التطورات الداخلية في إسرائيل ينضم إلي الخبير في الشأن الإسرائيلي أستاذ شكيب شنان. أهلا بك أستاذ شكيب. أستاذ شكيب، بالإضافة إلى هذه الاحتجاجات والاستمرار المعارضة لهذه الحكومة، إلا أن هناك أيضا جدل داخل الائتلاف الحكومي ويتعلق بالعديد من القضايا كقانون التجنيد وكذلك فقرة التغلب، لتفسر لنا لماذا بالفعل هذه الخلافات وبين أي أحزاب تحديدا؟ دعنا نقول أن الجدل الداخلي في الحكومة ناتج عن نتيجة المظاهرات والحركة الاحتجاجية. من جانب واحد، نتنياهو يدرك مدى العمق البعد الداخلي والخلاف الداخلي الموجود والانشقاق الداخلي الموجود في داخل المجتمع الإسرائيلي، ويريد أن يذهب إلى مصالحة اجتماعية سياسية أيا كانت من جانب واحد، ومن جانب آخر يدرك أنه يريد الحفاظ على حكومته والاستمرار. وهنا يأتي الصراع في داخل يعني الأحزاب اليهودية المتدينة المتزمتة لا تمت بأي صلة، باستثناء فقرة التفوق عن كل المشروع التغييرات القضائية التي يريد الجانب اليميني المتطرف أمثال سموتريتش وبن غفير مع يريف ليفين وآخرين أن ينفذوها. وهنا وجدت ثلاث فئات في داخل الحكومة. فئة قليلة جدا، أعضاء كنيسة من الليكود، يدركون مدى خطورة وبعد هذا الحدث على مستقبل دولة إسرائيل وعلى التلاحم الداخلي في داخل المجتمع الإسرائيلي، وهؤلاء لم يقولوا كلمتهم بعد. ومن جانب آخر، اليهود المتدينين المتزمتين يريدون استغلال فرصة عطائهم، يعني موافقتهم مع الجانب اليهودي المتطرف سموتريتش وبن غفير، ويريدون الحصول على أو تحقيق هدف طالما صبوا إليه، وهو قانون الإعفاء من التجنيد لأبناء المدارس اليهودية المتدينة. وهؤلاء كانوا في بداية دولة إسرائيل بعض الآلاف، اليوم عشرات الآلاف، وهذه مشكلة كبيرة في داخل المجتمع اليهودي المتزمت. لذلك نرى أن أعضاء الكنيسة اليهود المتدينين المتزمتين من حزب يهدود التراث وغيره، جفني وآخرين، يريدون أو يملون على الحكومة عملية تسن قانون التجنيد، وهذا أمر يعارضه الكثر بداخل الحكومة، وقد يؤدي إلى هل يمكن أن يؤدي إلى تفكيك أو تفكك هذه الحكومة يا أستاذ شكيب؟ خلينا ما نستعجلش، الحكومة لن تتفكك بهذه السرعة، ولا أي زيارة لجانس إلى الراب الفلاني أو الراب الآخر لن تغير. المصالح التي تجمع الأطراف لا تزال موجودة، يعني قضية احفظ لي حقي وأحفظ لك حقك لا تزال قائمة، والتبادل بالسلع، يعني هون في تبادل تجاري بكل ما الكلمة من معنى، أنت خذ وأعطي، أعطي وخذ، هاي القضية. لذلك يعني أنا لا أتوقع أن يؤدي ذلك إلى تفكيك الحكومة، رغم أن كل شيء في هذه الدولة كل شيء وارد في ظل استمرار لربما في كل هذه المظاهرات. شد العضلات أكثر من اللازم بيؤدي إلى نتائج بعيدة. نعم بالفعل، ونكتفي بهذا القدر. الخبير في الشأن الإسرائيلي أستاذ شكيب شنان، شكرا جزيلا لك.